مرحبا، اهلا وسهلا فيكم من جديد في قناة كروشيه مينا مع الاء. اليوم حنتعلم مع بعض كيف نعمل غرزة الضفيرة بهذا الشكل اللي شايفينه بالفيديو. ممكن نستخدمها في كذا مشروع للكروشيه. انا راح اشتغل القطعة هذه، هتكون مناسبة لتبان لبيبي. الالوان اللي هستخدمها، راح استخدم صوف من يارن ارت، لكن الخطة بعرفيها، عشان هيك راح اضم فتلتين على بعض بهذا الشكل. راح اضم خيطين على بعض وراح اشتغل بالخيط مزوج بالطريقة هاي. راح استخدم معي ابرة مقص وصنارة مقاس 4 ملم. ننتبه هذا 7 مجرد رقم، لكن الصنارة مقاس 4 ملم. وهحتاج كمان لمتر عشان تطلع المقاسات تبعتي مزبوطة. حضروا ادواتكم ويلا بينا. راح يكون عدد السلاسل 19 سلسلة. ليش؟ راح استخدم في الوسط في غرزة الضفيرة 9 غرز، ومن على اليمين 5 ومن على الشمال 5، حيكونوا ثابتين. اذا حنبلش شغلنا ب 19 سلسلة. خلينا نعملهم مع بعض. راح امسك الخيط تبعي بهي الطريقة، افوت الصنارة والف الخيط على الصنارة وارجع اسحب اول سلسلة، هي فقط للتأمين، واشد الخيط كويس بهذا الشكل. هذه عقدة البداية، راح ارتفع عليها 19 سلسلة. 1 2 3 4 5 6، وحكمل لحد ما احصل على 19 غرزة وارجع لكم تاني. هلا وهيك بكون وصلت 19 سلسلة. هلا رح بلش في الدور الاول. الدور الاول حيكون عبارة عن غرز نصف عمود. ننتبه مع بعض كيف رح نعملها. عشان اشتغل غرز نصف عمود ارتفاعها 2 سلسلة، اذا رح ازداد 2 سلسلة. هاي السلسلة رقم 1 وهي السلسلة رقم 2. رح ارجع للسلسلة المسكاها رقم 3، يعني 1 2 3، حلف الخيط على الصنارة وافوت في السلسلة رقم 3. هسحب الخيط واطلع من الثلاث لفات مرة واحدة، وبهيك بكون شكلت اول غرزة نصف عمود بهذا المكان. هلا اللي حابة بتحط ماركر، خلينا نعلمها. هرجع الف الخيط على الصنارة واجي للسلسلة اللي عليها الدور، افوت اسحب الخيط واطلع من الثلاث لفات مرة واحدة. هيك انا بكون شكلت غرزة نصف العمود. كمان مرة حلف الخيط على الصنارة، افوت بالسلسلة اللي عليها الدور، اسحب الخيط واطلع من الثلاث لفات مرة واحدة. هيك انا بكون غرز نصف عمود. بسحب الخيط وبطلع من 3 لفات مرة واحدة. رح اكمل لنهاية السطر لحد ما احصل على 19 غرزة وارجع لكم تاني. وصلت الغرزة رقم 18، وهلأ رح اشتغل معاكم الغرزة رقم 19. وبهيك بكون وصلت لنهاية السطر الاول تبعي بهذا الشكل، وكونت 19 غرزة نصف عمود. هلأ رح اشتغل السطر اللي بعده وغرز حشو. غرزة الحشو ارتفاعها سلسلة واحدة فقط، اذا رح ارتفع سلسلة واحدة فقط بهذا الشكل. بعدين حلف الشغل تبعي. هي عندي الغرزة الاولى واضحة بهذا المكان. رح افوت اعمل في الغرزة الاولى اول غرزة حشو. 1، بعدين على الغرزة المجاورة لها اسحب الخيط واطلع. 2 3 4، وحكمل بنفس الطريقة لحد ما احصل على 19 غرزة حشو في نهاية السطر وارجع لكم تاني. وصلت الغرزة رقم 18، وهلأ رح نشتغل مع بعض الغرزة رقم 19. وكويس اني حطيت العلامة، لان الغرزة رقم 19 بتكون مش كتير واضحة. اذا نستعني بالعلامة بكون افضل. هلا رح افوت بالغرزة رقم 19، اسحب الخيط واعمل غرزة الحشو الاخيرة. هلا الشغل بعد هيك رح يكون عندي عبارة عن غرز
هنشتغلها من الطرفين، خمس غرز نصف عمود على اليمين وخمس غرز نصف عمود على الشمال، وفي النص تسع غرز تبعون الضفيرة. خلينا نشوف كيف مع بعض بخطوات سهلة وبسيطة. هلا عشان ارتفع غرز نصف عمود رح ارتفع اثنين سلسلة فقط للارتفاع، هدول السلسلتين فقط الارتفاع. هلا عندي الغرزة رقم واحد واضح التجويف تبعها، بلف الخيط على السنارة، بفوت بالغرزة الموجودة عندي، بسحب الخيط وبطلع من الثلاث لفات مرة واحدة، هي واحد، بعد الغرزة المجاورة إلها اثنين، شلت العلامة لأنه بعد هيك الغرز حتصير واضحة معايا، خمسة على اليمين وخمسة على الشمال، مش محتاجة العلامة. حكمل بلف الخيط على السنارة، بعمل الغرزة رقم ثلاثة، بعدين بلف الخيط وبعمل الغرزة رقم أربعة، بعدين الغرزة رقم خمسة. هيك خلصنا خمس غرز نصف عمود. هلأ رح نبلش شغل تسع أعمدة في الوسط. خلينا نشوف كيف هنشتغلها. رح نشتغلها عمود بلفتين مش بلفة واحدة فقط، يعني هنلف الخيط على السنارة مرتين، هاي مرة هاي المرة الثانية. بعدين هلأ هاي الغرزة اللي عليها الدور مش رح أشتغل فيها، رح أشتغل في غرزة نصف العمود اللي تحتها. إذا رح أفوت بغرزة نصف العمود اللي تحتها وأخدها أمامية على السنارة. خلينا نعيد تاني. هلأ هاي الغرزة اللي عليها الدور مش هشتغل عليها، راح أنزل للأسفل أخذ غرزة نصف العمود اللي للأسفل وأخذها بالشكل هذا فوق السنارة، بعدين أسحب الخيط وأشتغل عمود بلفتين، يعني هطلع من لفتين، بعدين من كمان لفتين، بعدين من ثالث لفتين بهذا الشكل. كمان مرة رح ألف الخيط على السنارة مرتين، بعدين العمود نصف العمود المجاور برجع باخده على السنارة للأمام بهذا الشكل، غرزة أمامية، بسحب الخيط، هطلع من لفتين لفتين ثلاث مرات، هاي المرة الأولى، المرة الثانية، والمرة الثالثة. إذا هيك اشتغلت عمودين متجاورين بلفتين. هلا راح أشتغل كمان عمود، العمود رقم ثلاثة بلفتين، على غرزة نصف العمود المجاورة، راح أخذها على السنارة من الأمام بهذا الشكل، وأسحب الخيط، أطلع منهم لفتين لفتين، واحد، اثنين، ثلاثة. هيك بكون اشتغلت ثلاث أعمدة متجاورة بلفتين. أتمنى الشغل يكون واضح. أي استفسارات سيبوا لي إياها بالتعليقات تحت وحرد عليكم أول بأول. نلاحظ مع بعض، هلأ رح أتجاهل عمود اثنين ثلاثة وأشتغل بالعمود رقم أربعة. إذن هتجاهل واحد اثنين ثلاثة وأشتغل بالعمود رقم أربعة، هلف الخيط على السنارة مرتين وأجي للعمود الرابع، أفوت فيه وأعمل تاني ثلاث أعمدة متجاورة بلفتين، واحد اثنين ثلاثة. كمان مرة ما ننساش نلف لفتين على السنارة، حاجة للعمود المجاور إله، أسحب الخيط، هاي مرة اثنين ثلاثة، هاي واحد، هاي اثنين لفتين، برجع للعمود اللي عليه الدور، هسحب الخيط وحطلع من اللفات دي مرتين، واحد، عفوا لفتين لفتين، اثنين، ثلاثة. هيك بكون اشتغلت ست أعمدة بلفتين. نلاحظ مع بعض إنه إحنا سبنا ثلاث غرز نصف عمود في الوسط. هاي عندي ثلاث غرز نصف العمود اللي في الوسط، هلأ بالسنارة رح أرجع لهم تاني وأخذهم أعمدة أمامية. رح ألف الخيط على السنارة مرتين بهذا الشكل، واحد اثنين، نركز مع بعض. رح أجي للعمود اللي سبته بهذا المكان في الوسط وأفوت أخده عمود أمامي بهذا الشكل، أسحب الخيط منه وأرجع أطلع منهم لفتين لفتين، واحد اثنين ثلاثة. أرجع ألف الخيط على السنارة مرتين، واحد اثنين، رح أجي لغرزة نصف العمود المجاورة وأفوت أخذ نصف العمود أمامي، بعدين أسحب الخيط وأطلع من الغرز تبعتي لفتين لفتين، هاي واحد اثنين ثلاثة. أرجع ألف الخيط مرتين على السنارة وتبقى معي في الوسط عمود واحد فقط، حفوت أسحب أعمل عمود أمامي بلفتين
واحد اثنين ثلاثة. هلأ هذا هو الشكل اللي تكون معايا. لو ركز مع بعض اشتغلنا ثلاث أعمدة أمامية بشكل سهل وعادي، بعدين تجاهلت ثلاث أعمدة واشتغلت في المنطقة هذه عمود اثنين ثلاثة، ورجعت برجوع على الثلاث أعمدة اللي في الوسط اللي كانت نصف عمود نصف عمود نصف عمود، أخذت عليهم ثلاث أعمدة أمامية. هلأ الخطوة الجاية متبقي عندي هنا خمس غرز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بفوت بكمل فيهم غرزة نصف عمود بشكل عادي بلفة واحدة وبطلع من الثلاث لفات مرة واحدة. إذا بلف السنارة على الخيط على السنارة مرة واحدة وبفوت بسحب الخيط وبطلع من الثلاث لفات مرة واحدة. هي اثنين، الغرزة رقم ثلاثة نصف عمود، الغرزة رقم أربعة غرزة نصف عمود، والغرزة رقم خمسة عفوا غرزة نصف عمود. هذا هو الشكل اللي تكون معايا. نلاحظ عندي هلأ في عندي ثلاث أعمدة بشكل ثابت، وفي عندي ثلاث أعمدة اتقابلوا مع ثلاث أعمدة بهذا الشكل. مرة التقابل هذا اللي بيعمل لي حرف إكس حيكون على الجهة هذه، والمرة الثانية حيكون على الجهة هذه. تاني مع بعض، عندي ثلاث أعمدة ثابتين بشكل عمودي، وعندي ثلاث أعمدة اتقابلوا مع ثلاث أعمدة التانيين عملوا لي حرف إكس. حرف الإكس هذا مرة حيكون على الجهة هذه، وفي المرة الثانية حيكون على الجهة هذه. خلينا نكمل الشغل مع بعض عشان تفهموا أكثر آلية العمل. هلا بعد ما خلص اشتغلت خمس غرز نصف عمود، راح أرفع سلسلة واحدة فقط عشان أرجع أشتغل سطر كامل من غرزة الحشو. وهلا بعد ما ارتفعت سلسلة راح أمشي 19 غرزة حشو متجاورة. إذا هذه السلسلة اللي ارتفعتها بفوت بأول غرزة بسحب الخيط، بعمل أول غرزة حشو وبكمل فوق كل غرزة حشو تقابلني. هي اثنين عشان اشتغل عليها غرزة حشو، الغرزة رقم ثلاثة، الغرزة رقم اربعة، والغرزة رقم خمسة. بعد ما اشتغلت الخمس غرز هلأ راح ابلش اشتغل الغرز هذه تبعت الاعمدة تبعتي. هتكون ملخبطة معاك شوية لكن مش هتتغلبي، بعدك هتشتغليها بكل وضوح. بوضح الغرز بمسكها بهذا الشكل وبشتغلها متجاورة، واحد بعد الغرزة اللي جنبها اثنين، والغرزة اللي عليها الدور بمسك بهذا الشكل ثلاثة، والغرزة اللي جنبها بهذا الشكل اربعة، هكمل خمسة، الغرزة اللي جنبها ستة، والغرزة اللي جنبها رقم سبعة، بعدين تمانية، وهيك بكون اشتغلت الغرزة رقم تسعة، التسعة غرز اللي في الوسط. هلا بكمل خمسة فوق كل فوق كل غرزة تقابلني راح اعمل غرزة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذا هيك بكون اشتغلت 19 غرزة حشو، فوق كل غرزة تقابلني اشتغلت غرزة. هذا حيكون ظهر الشغل عندي بهذا الشكل، أما واجهة الشغل راح تكون بهذا الشكل. إذا بعد ما اشتغلت غرز الحشو هلا راح نرجع نشتغل غرز نصف عمود. إذا سطر نصف عمود وسطر غرز حشو. غرزة النصف عمود قلنا ارتفاعها اثنين سلسلة، إذن حرفها اثنين سلسلة، واحد اثنين. بعدين بأول غرزة موجودة عندي واضحة أمامي هذه الغرزة، هعمل أول غرزة نصف عمود، بعدين هكمل فوق كل غرزة تقابلني هعمل غرزة لحد ما أحصل على خمس غرز نصف عمود. هي اثنين، الغرزة رقم ثلاثة بطلع من ثلاث لفات مرة واحدة، والغرزة اللي بعدها الغرزة رقم أربعة، والغرزة اللي بعدها الغرزة رقم خمسة. وهلأ بعد ما انتهيت من خمس غرز نصف عمود على يمين الشغل، رح اجي لغرز الضفيرة تبعتي التسعة الموجودة في الوسط. نشوف مع بعض، هنا التلاتة عواميد الواقفة، وهنا حرف الاكس التلات عواميد المائلة لليمين وللشمال متقطعات بهذا الشكل زي ما احنا شايفين.
هلا التلات اعمده هذه مش راح اشتغل عليها، راح انقل حرف الاكس على الناحيه هذه، وعشان يصير معي حرف اكس هنا معناته انه حبدا من الجهه العكسيه المقابله، راح اتجاهل الثلاثه هذول مش هشتغل عليهم، راح الف الخيط على السناره مرتين وراح اشتغل على التلات اعمده في هذا المكان. هلا هذه الثلاثه اللي بالاخر هي في عندي بهذه المنطقه بعد التجويف هذا في عندي تلات اعمده، هي واحد، هاي واحد بهذا المكان، وهي العمود الثاني وجنبه العمود رقم ثلاثة. خلينا اوضح لكم اياهم اكثر. هلا هاي عندي تلات اعمدة مش هشتغل عليها بعد التجويف اللي بالمنطقة هذه، في عندي بهذا المكان هاي العمود الاول جنبه العمود الثاني جنبه العمود رقم ثلاثة، هذا العمود رقم ثلاثة بهذا المكان. هي الثلاث أعمدة متجاورة جنب بعضها. هلأ بلف الخيط على السنارة مرتين، راح أجي للعمود الأول هذا المكان على العمود نفسه متجاهلة غرز الحشو، أخده أمامي وألف الخيط أسحبه وأطلع من الخيط لفتين لفتين ثلاث مرات، واحد اثنين ثلاثة، ارجع الف الخيط مرتين على السنارة، هاخد العمود اللي جنبه امامي بهذا الشكل، اسحب الخيط واطلع مرة اثنين والمرة التالتة، ارجع الف الخيط على السنارة مرتين، هاجي العمود رقم ثلاثة اللي عليه الدور، اسحب الخيط واطلع من الخيوط هذه مرة اثنين ثلاثة، بعدين ارجع للتلات اعمدة اللي بالجهة هذه، واحد اثنين ثلاثة، عشان اشتغل عليها اعمدة امامية. هلا وبعد ما اشتغلت التلات اعمدة بهذه المنطقة رح نيجي نشتغل التلات اعمدة من هذه الجهة، لكن مش هينفع اخدهم من الامام، رح اخد تلات اعمدة هذه الامامية، هي عندي واحد اثنين ثلاثة زي ما احنا شايفين اللي اشتغلتهم بالسطر الاول، واحد اثنين ثلاثة رح اشتغلهم اعمدة امامية، لكن رح اسحبهم من الخلف. كيف رح اسحبهم من الخلف؟ ركزوا معايا. هلا رح الف الخيط على السنارة مرتين، تمام؟ هي عندي هذه الفجوة واضحة، بعد ما لفيت الخيط على السنارة مرتين بفوت بالسنارة تبعتي من جوا علشان اخد الاعمدة هذه. انا بفضل انه من الخلف نيجي بهذا الشكل. هنركز مع بعض. هي عندي لما افوت هي عندي التلات اعمدة بهذا المكان، رح اخد التلات اعمدة هذه بالشكل هذا، يكون واضحين قدامي، واحد اثنين ثلاثة، عشان اشتغل عليهم بهذا الشكل. هي عندي العمود الاول رح اسحب عنده واعمل اول عمود في الخلف بهذا الشكل، وهيك انا بكون سحبت العمود بهذا الشكل من جوا لكن اخذته من ورا. كمان مرة رح ارجع للخلف اخد العمود اللي جنبه، حلف الخيط على السنارة مرتين واخد العمود المجاور له بهذا الشكل واشتغل عليه عمود بلفتين، واحد اثنين ثلاثة، والف الخيط على السنارة مرتين واخد العمود رقم ثلاثة المجاور له واحد اثنين ثلاثة. اذا هيك بكون انا اشتغلت تلات اعمدة، وهيك بكون اشتغلت التلات اعمدة هذه، واحد اثنين ثلاثة امامية، بس اخدتهم من الداخل من هذا المكان. ما تقلقوش، شوية شوية حتاخدوا ايدكم على الغرزة بتلاقوها سهلة. هلا عندي التلات اعمدة من هذه الجهة، واحد اثنين ثلاثة، اخر تلات اعمدة هاخدهم بطريقة سهلة، تلات اعمدة امامية، هلف الخيط على السنارة مرتين واخدهم بهذا الشكل، واحد اثنين ثلاثة، العمود اللي بعده لفتين، بفوت باخد العمود امامي، واحد اثنين ثلاثة، كمان مرة العمود رقم ثلاثة،
واحد اثنين ثلاثة. هلا واخر غرز، خمس غرز نصف عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بلف الخيط على السنارة مرة واحدة وبطلع من الثلاث لفات مرة واحدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. خلينا فلتت معنا الغرزة رقم أربعة، والغرزة رقم خمسة. خلينا نشوف النتيجة مع بعض. هلأ هذه هي النتيجة تبعتي، بلشت تتكون غرزة الضفيرة. هلأ انتقل العمود عندي الثلاث أعمدة للنهاية من هذا المكان بشكل طولي بهذا الشكل، وحرف الإكس أجع الجهة هذه زي ما احنا شايفين، ثلاثة على اليمين وثلاثة على الشمال بهذا الشكل. هلا هدول السطرين الاثنين هم السطرين الاساسيين اللي احنا حنشتغل عليهم ونرجع نكررهم مره ثانيه. هلا رح نرجع نكرر السطر اللي اشتغلته بالاول، بعدين نرجع نكرر هذه المرحله. خلينا نشوف كيف مع بعض. هلا بنرجع نشتغل، نرفع سلسله واحده فقط ونمشي فوق كل غرزه تقابلني، وحشتغل غرزه حشو. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة متجاورات، ثمانية وامشي مع الغرزة، تسعة عشرة الجنبها 11، هكمل 12، غرزة رقم 12 جنبها الغرزة رقم 13 14، بقى معي الخمس غرز، واحد اثنين ثلاثة، الغرزة رقم 4 والغرزة الأخيرة رقم 5. هيك اشتغلت 19 غرزة حشو. هرجع ألف الشغل تبعي، برجع أرتفع 2 سلسلة، بلف الخيط على السنارة بأول غرزة موجودة عندي، راح أشتغل أول نصف عمود، هطلع من الثلاث لفات مرة واحدة، بعدين أعمل كمان 4 متجاورات لحد ما يصيروا 5، هي 2، هاي الغرزة رقم 3، الغرزة المجاورة الغرزة رقم 4، والغرزة اللي جنبها الغرزة رقم 5. نيجي للشغل، نطلع مع بعض. هنلاقي هنا حرف الإكس وهنا الثلاث أعمدة، ما زال هنا حرف إكس، إذا حطلع هنا ثلاث أعمدة فوقهم بكل سهولة. باخد ثلاث أعمدة فوق بعض بلفتين أماميات، همسك الثلاثة هدول، حنتجاهل غرز الحشو وحشتغل على الأعمدة. كمان مرة قلنا بنتجاهل غرز الحشو وشغلي على الأعمدة اللي بلفتين. رح اخد اول عمود بشكل عادي، طالما هذا حرف اكس هاخد اول عمود بشكل عادي بكل سهولة، بسحبه بهذا الشكل، واحد اثنين ثلاثة، العمود المجاور له، واحد اثنين ثلاثة، العمود رقم ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. هيك رجعت اشتغلت ثلاث أعمدة. هلا بدي اكون حرف اكس. عشان اكون حرف الاكس مش حينفع امشي متسلسل كده ورا بعضه، راح اتجاهل ثلاثة واشتغل على الثلاثة اللي بعدهم. اذا حلف الخيط على السنارة مرتين وحفوت على الثلاثة اللي في المنطقة هذه، واشتغل ثلاث أعمدة امامية. هاي العمود رقم واحد، العمود رقم اثنين، هيك انا بكون بكرر السطر الاول، والعمود رقم 3. طب والثلاث اعمده اللي سبناهم في النص، الثلاث اعمده اللي سبناهم في النص هلا راح ارجع لهم ثاني. هيهم معي، بعد نهايه عندي الثلاث اعمده اللي في الوسط ما اشتغلناش عليها، هلا راح اجي اشتغل عليها. حلف الخيط على السناره مرتين، حجل العمود رقم واحد، هاخد عمود امامي بهذا الشكل، هسحب الخيط
واطلع لفتين لفتين، واحد اثنين ثلاثة. بعدين العمود اللي جنبه رقم اثنين، حلف الخيط مرتين على السنارة واخذ العمود اللي جنبه، واحد اثنين ثلاثة. وهلا العمود الثالث بلف الخيط على السنارة مرتين وبفوت باخذ الخيط بسحبه مرة اثنين ثلاثة. هيك اشتغلت تسع أعمدة. هلا رح اشتغل خمس غرز نصف عمودة تجاورة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ألف الخيط على السنارة وأفوت في الغرزة رقم خمسة وأعمل أول غرزة نصف عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وهلأ غرزة الضفيرة بدأت تتكون معايا أوضح وأوضح بهذا الشكل. هلأ رح أرجع غرز حشو تاني وأكرر السطر رقم اثنين. خلينا نشوف مع بعض. هارتفع سلسلة، هلف الشغل وأفوت بأول غرزة واضحة عندي بهذا المكان وأشتغل أول غرزة حشو، بعدين أكمل لنهاية السطر لحد ما أحصل على 19 غرزة حشو. خلينا أشتغلهم ونرجع تاني. هلا هذا هو ظهر الشغل بعد ما اشتغلت 19 غرزة حشو. رح أرتفع سلسلتين ارتفاع غرزة نصف العمود، واحد اثنين. بعدين أرجع أعمل خمس غرز نصف عمود متجاورة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، والغرزة الخامسة. اشتغلت خمس غرز نصف عمود متجاورة. هلأ رح نشتغل غرز الضفيرة تبعتي. نلاحظ مع بعض، هلأ التلات أعمدة هادي موجودة من الجهة هاي سايبة عمودية لحالها، وحرف الإكس الغرز اللي رايحة يمين واللي رايحة شمال على الجهة هادي رح ننقله على الجهة هادي. إذن رح نتجاهل التلات أعمدة المرتفعة هنا ورح نيجي نشتغل على التلاتة اللي في الوسط. هي عندي واحد اثنين والعمود رقم تلاتة، هي ما عندي بشكل أوضح بهذا المكان في الوسط. رح أجعل التلات أعمدة هادي في الوسط، حلف الخيط على السنارة مرتين وحبلش الشغل عليهم، واحد اثنين ثلاثة. أي استفسارات سيبوليها بالتعليقات وحرد عليك وتقلقوش. ألف الخيط على السنارة مرتين وحاجة للعمود المجاور للعمود هذا، ورح أشتغل تاني عمود بلفتين، واحد اثنين ثلاثة. أنا بحكي لفتين هم عدد اللفات اللي بلفهم على السنارة. هلأ العمود رقم ثلاثة بهذا المكان، هيو بالوسط، بسحب الخيط وبطلع لفتين لفتين، واحد اثنين ثلاثة. هي اشتغلت تلات أعمدة. هلأ رح أرجع للتلات أعمدة في الجهة هذه، واحد اثنين ثلاثة. خلينا نوضحهم أكتر. هي عندي عمود أمامي، واحد اثنين ثلاثة، رح أشتغل عليهم أعمدة أمامية لكن رح أسحبهم من الداخل من هذا المكان من جوا. أشتغل لهم تلات أعمدة أمامية بنفس الشكل لكن رح أخذهم من الداخل. هم أكتر جزء بتتغلبي فيه بهذه المرحلة، لكن لما تشتغلي مرة واثنين وثلاثة رح تلاقي إيدك أخذت عليه مش هتتغلبي. وأنا هحاول قد ما أقدر أفهمكم وأوضح لكم الصورة. هلأ رح ألف الخيط على السنارة مرتين ورح أخذ الغرز هذه من جوا زي ما احنا شايفين في هذا المكان الفجوة. في هذا المكان بفوت بالسنارة من هنا عشان أسحب العمود الأمامي من هذا المكان، هشتغله من الخلف من هذه الجهة. هرجع أسحب الخيط أشتغل عمود بلفتين، واحد اثنين ثلاثة. بعدين هاي في لسه موجود عمودين، واحد اثنين، حلف الخيط على السنارة أخذ العمود الثاني أشتغل عليه، واحد اثنين ثلاثة.
هلا موجود عندي العمود رقم 3. لاحظي ان انا سحبتهم من الداخل، هاي العمود رقم 3. حلف الخيط على السنارة مرتين، واحد اثنين ثلاثة، هناك اخذتهم ثلاث اعمدة امامية. هلا راح اكمل عندي الثلاث اعمدة اللي في المكان هذا، حسحبهم ثلاث اعمدة بشكل عادي وبشكل سهل. حلف الخيط على السنارة مرتين وحاجة للثلاث اعمدة في المكان هذا اللي في اخر مكان واسحبهم اعمدة امامية. حسحب الخيط بشكل عادي، واحد اثنين ثلاثة، العمود الثاني واحد اثنين ثلاثة، العمود رقم ثلاثة، العمود رقم ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، وحكمل آخر خمس غرز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نصف عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة، والعمود رقم خمسة، عفوا نصف العمود رقم خمسة. هي بتتكون معايا غرزة ضفيرة بهذا الشكل، انتقل حرف الاكس من اليمين راح للشمال زي ما احنا شايفين. وهيك انا بكون كررت السطر رقم واحد ورقم اثنين، رجعت اشتغلتهم مرة تانية، رقم واحد ورقم اثنين. راح اكمل كل شغلي بنفس الطريقة لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا بدي اياه لقدم البيبي او لاي قطعة انا حابة اشتغلها. هلا راح ارجع اكمل كمان مرة معاكم للتمكين وللتأكيد، وبرجع بقولكم اي استفسارات اكتبوا لي اياها في التعليقات وحتجاوب معاكم جميعا. انا هنا موجودة عشان اشرح لكم بكل تفصيل كل اشي بخص الكروشيه وكل حاجة انا بشتغلها، بكون كتير حابة انها توصلكم بكل سهولة. عشان هيك ما تترددوش واكتبوا لي بالتعليقات اي استفسارات. هلا راح ارجع ارتفع سلسلة عشان ارجع امشي 19 غرزة حشو. فوق كل غرزة تقابلني راح ارتفع واعمل غرزة حشو. غرزة الحشو من غير لفات، بفوت بالغرزة مباشرة، باخد لفة وبطلع من لفتين مرة واحدة. هكمل لنهاية السطر لحد ما اوصل 15 غرزة وارجع لكم تاني. وهلا خلصت 19 غرزة حشو، راح الف الشغل، ارتفع 2 سلسلة، ارتفع غرزة نصف العمود، وارجع اعمل اول 5 غرز نصف عمود. في الغرزة الاولى رقم واحد موجودة عندي واضحة، هاي الغرزة رقم واحد، الغرزة اللي جنبها رقم اثنين، الغرزة اللي جنبها رقم ثلاثة، بعدين رقم اربعة، وهلا رقم خمسة. شوف مع بعض، عندي حرف الاكس بعدين اعمدة. طالما عندي حرف الاكس بهاي الناحية بعدين اعمدة، يعني حنقل وحعمل هنا اعمدة بعدين حرف الاكس عشان اعمل اعمدة. اذا بكل سهولة برتفع فوق كل عمود يقابلني، بعمل عمود، مازال هنا حرف الاكس وهنا الاعمدة، يعني هلأ بكل سهولة راح اطلع فوق التلات اعمدة هادي واشتغل تلات اعمدة بلفتين. قلنا نتجاه الغرز الحشو بنشتغل على الاعمدة بهذا المكان، واحد اثنين ثلاثة، العمود اللي جنبه العمود الامامي، واحد اثنين ثلاثة، العمود اللي جنبه، واحد اثنين ثلاثة. تمام، انا هيك عملت التلات اعمدة. هلا راح نشكل حرف الاكس. كيف راح ننقل حرف الاكس للمنطقة هذه؟ طالما في حرف اكس اذا ما تجاه الغرز بشتغل اللي بعدها، باخد التلات اعمدة بهذا المكان بشتغلها اعمدة امامية، واحد اثنين ثلاثة، بعدين بلف الخيط على السنارة مرتين، العمود اللي عليه الدور بعمل عمود رقم اثنين بهاي المنطقة، بعدين العمود رقم ثلاثة، تمام. انا هيك عملت تلات اعمدة اللي بالامام، تلات اعمدة اللي بالخلف، هلا عندي تلات اعمدة اللي في الوسط.
اشتغلت ثلاث اعمده من الجهه هذه، لحقتها ثلاث اعمده من الجهه هذه. تمام، هلا في ثلاث اعمده متخبيين هنا ورا، هيهم واحد اثنين ثلاثه، شايفينهم هدول؟ نمسكهم بايدنا بالطريقه هذه، نحضر السناره تبعتنا، نمسك العمود الاول، بشد الخيط، نيجي للعمود الاول اهم عمود، بلف الخيط على السناره مرتين، بعدين باجي للعمود اللي انا معلمه عليه وباخده عمود امامي بهذا الشكل، واحد اثنين ثلاثة. طالما اخذت العمود الامامي سهل عليك تحددي العمود رقم اثنين والعمود رقم ثلاثة، هاي اثنين هاي ثلاثة، بلف الخيط على السنارة مرتين، باجي للعمود اللي بعده رقم اثنين، بعمل عمود امامي، واحد اثنين ثلاثة، بقى عمود واحد هيو في هذا المكان، بلف الخيط على السنارة مرتين، بشتغل عليه عمود امامي، واحد اثنين ثلاثة. هلا وفي اخر مرحلة عندي مرحلة الخمس غرز حشو، بلف الخيط على السنارة، هي عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، بشتغل خمس غرز نصف عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة والعمود رقم خمسة. هلأ رح أرفع سلسلة وأرجع 19 غرزة حشو، رح أكمل 19 غرزة حشو ونرجع عشان نورجيكم السطر الثاني بأي طريقة بنشتغله. وهلأ خلصت غرز الحشو، رح ألف الشغل تبعي بهذا الشكل، ارتفع سلسلتين ارتفاع نصف العمود، واحد اثنين، بعدين راح اجي للغرزة الاولى واعمل عليها اول غرزة نصف عمود واكمل لحد ما احصل على خمسة، هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. نشوف مع بعض، عندي حرف الاكس على الجهة هادي والتلات اعمدة السايبة على الجهة هادي، اذا هلا حننقل حرف الاكس من الجهة هادي للجهة هادي، طالما فيها نقل حرف اكس اذا فيها تجاهل اول تلات اعمدة، بتجاهل اول تلات اعمدة يبقى هشتغل على اللي جنبهم، اللي جنبهم بهي المنطقة، هي واحد اثنين ثلاثة، حلف الخيط على السنارة مرتين، ننتبه مع بعض، هي عند العمود الاول في هذا المكان، بسحبه بهذا الشكل، بشغل اول عمود، واحد اثنين ثلاثة، بعدين بنتقل للعمود المجاور له في المنطقة عشان اعمل عمود رقم اثنين، واحد اثنين ثلاثة، بعدين العمود اللي جنبه المتخبي ورا هذا بسحبه بهذا المكان، بلف لفتين على السنارة بقول له تعال، وبنعمل عمود رقم ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. تمام، هلأ رح نرجع للتلات أعمدة هذه اللي مغلبانة شوية علشان نشتغل التلات أعمدة هذه. رح ناخد التلات أعمدة هذه من الداخل من هذه المنطقة، رح أحاول أوضح لكم إياها قد ما أقدر. شايفين التلات أعمدة هذه؟ واحد اثنين ثلاثة، هاي بفوت بإيدي بهذا المكان، أصابعي عليهم بس ما بيل هذه هيك شوية، بميلها ندفع عشان يبينوا معايا، واحد اثنين ثلاثة وبشتغل عليهم. تعالوا كده، هلف الخيط على السنارة مرتين، واحد اثنين، وزي ما قلنا انا هيك مسكاهم، هاي واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة عشان اشتغل عليهم من هاي الجهة، هي عند العمود الاول، اهم اشي نعلم العمود الاول، هاي العمود الاول راح اخده بهذا الشكل واشتغل عليه، واحد اثنين ثلاثة بكل سهولة، بعدين باجي للعمود اللي جنبه بهذا المكان، بلف الخيط مرتين، تعال، واحد اثنين ثلاثة، هلا العمود رقم ثلاثة مجاور له بهذا المكان، بلف الخيط على السنارة مرتين وباخده وبعمل عليه عمود بلفتين، واحد اثنين
ثلاثة بكل سهولة. وهينا عملنا حرف الإكس الثاني، عفوا نقلنا حرف الإكس من الجهة الشمال للجهة اليمين. هلأ والثلاث أعمدة المتبقيين بشتغلهم أمامية بكل سهولة، بلف الخيط على السنارة مرتين وبش باخد العمود بهذا المكان بهذا الشكل وبشتغل عليه ثلاث أعمدة أمامية، واحد اثنين ثلاثة. العمود اللي بعده واحد اثنين ثلاثة. العمود اللي عليه الدور واحد اثنين ثلاثة. ألف الخيط على السنارة مرة واحدة وحكمل خمس غرز نفس عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وهيك والضفيرة تبعتي بتتكون والشكل بدأ ينتظم معايا ويوضح وتوضح طريقة العمل. اللي حبت الشغل لقت الطريقة سهلة، خلال ما هي بتشتغل هلأ تروح تعملنا اشتراك في القناة وتعمل لي لايك، ضروري ضروري هلأ تعمل لي لايك لأن كتير أنا بستفيد من اللايكات تبعتكم. هلأ وهذه هي الطريقة اللي بنشتغل فيها غرزة الضفيرة، هي مجرد تكرار للسطر اللي بشتغله بالأعمدة الأمامية، السطر الأول والسطر الثاني. هلأ غرزة الحشو اللي بشتغل فيها وغرز نصف العمود ثابتة، سطر بشتغله نصف عمود والسطر بشتغله غرز حشو. سطر غرز الحشو ما بشتغلش عليه خالص، في النص كل شغلي على سطر الأعمدة اللي بالشكل هذا. السطر الأول والسطر الثاني هما تكرار، واحد اثنين بعدين واحد اثنين بعدين واحد اثنين بهذه الآلية. طالما فهمت السطر الأول والثاني هتقدر تكملي بكل سهولة. اللي عجبها الشغل وحست حالها استفادت منه ما تبخلي علينا باللايك، لانه اللايك هذا بيخليني كتير سعيدة وبيعطيني دفع على الامام اني اشتغل فيديوهات اكتر واكتر واقدم لكم فايدة، وبكون سعيدة كتير لما بتستفيدوا من الفيديوهات تبعتي. سيبولي تعليقاتكم باخر الفيديو، يعطيكم العافية.